حياكم الله مشاهدي قناة يو تي في في برنامج يو مايك. حلقتنا اليوم عن ارتفاع درجات الحرارة خصوصا بعد وصولها إلى مستوى نصف درجة الغليان 50 درجة مئوية. وزارة الصحة حذرت المواطنين وقالت لابد تأخذون الحيطة والحذر بسبب تهديدات الأشعة فوق البنفسجية. هنا من محافظة الأنبار راح نستطلع آراء المواطنين ونشوف شريحة العمال وكذلك بقية المواطنين كيف يتعاملون مع ارتفاع هذه الدرجات. المشكلة مو بالحر، هي المشكلة حرفيا يعني كل الوطن العربي حار. عندنا مناطق الوطن العربي استوائية، وعندنا مناطق توصل بها درجة الحرارة أكثر من محافظة الأنبار، عندنا البصرة وجنوب العراق وفنجان. بس المشكلة بالأشياء اللي تخلي الحرارة تروح، مثلا عندك أبسط مثال الكهرباء. يعني هسه الشاب إذا بعمله موجود كهرباء وبيته الكهرباء ما راح يعاني مسألة الطريق، تبقى مسافة الطريق انه هو يعاني بها حارة ولا ماكو ناس بالشمس تشتغل بالضبط، فتختلف من واحد الثاني. فيعني انا كشاب اطلع تقريبا الساعة 8 الصبح ارجع الساعة 5 وعلى هالمنوال يعني، والله يعيننا ويا الحر. شغلك جو الشمس مباشر؟ شغلي يختلف، احيانا جو الشمس واحيانا لا. احنا شغلنا بالتجارة الاسمدة والبذور والاعلاف بالمنطقة الزراعية يعني. ميداني احيانا موسم الحصاد مال الحنطه واجهنا الشمس كانت كلش قويه. شمسيه؟ لا والله صراحه. ليش ما تخلون شمسيه؟ هي اسمها شمسيه. شمسيه متعودين عليها بس بالمطر، وهي صحيح غلط بس بعد تعرف يعني. وزاره الصحه حذرت من اشعه فوق بنفسجيه. شلون تعاملتوا ويا التحذيرات هذه؟ والله تعاملنا ويا التحذيرات انه اكو اوقات تكون الشمس مسلطه يعني بشكل عمودي. نصحت وزارة الصحة انه لا حد يطلع بهذا الوقت او يأجلها لعمل ثاني، فاحنا صراحة الساعة 12 ورا الشمس تكون مسلطة على اليافوخ مثل ما نقول مباشرة، فهذا الاجراء بس. وبعد يعني هاي الشمسية ما شمسية قلة من الناس، لو كاسكيته يخليه لو تلقى له شماغ على راسه. دا اشوفك لابس طاقية وشماغ والله غير عمود الحر من وراء الحر. اي والله الحر. شنو اللي دا يصير وياكم؟ ارتفاع درجات الحرارة، أشعة فوق بنفسجية؟ اي والله يعني ما نقدر نشتغل قوة. والله ما شو اسولف لك بعد؟ الحارة بعد ما نقدر. خلي يعني المشاهد يعرف خصوصا اللي ما يشتغلون مثل مجالكم، شلون يومياتكم انتم؟ والله يومياتكم ناس بس شو نسوي؟ ها هي هو من الوزة تشتغل، لازم تشتغل من الوزة. نعم. يعني أنا خريج صار لي 4 سنين خريج قانون. نعم. يعني بتشذب يعني وظيفه ماكو يعني، ولا ما يعرف يقرا ويكتب متوظف تلقى. وانت مجبور تطلع بالشمس وش اسوي؟ لازم مجبور يعني، ما يعرف يقرا ويكتب تلقاه متوظف ويستلم تعويض، واني حالي حال الحشك، حالي حال الراي. لا لا ان شاء الله مقامك وقدرك عالي جدا ان شاء الله. خريج شنو قلت لي؟ قانون. خريج قانون. تشوفون حالات اغماء تصير او ناس تقع بسبب ارتفاع درجات الحراره؟ نعم هوايه جاي نشوف. عندي ابني خلفه الساعه بالوحدة الظهر يحل. دي الساعة يطلع الصبح؟ يعني بالخمسة يطلع ويشتغل، يلزم شغله على حسابه. زين الطاقية شي على راسه يخلي له؟ لا يشتغل سيراميك جوا داخل بالبيت. باقي العمال اكو يجازفون ما يلبسون حتى يعني ما يهتمون. إيه هذا قبل ورا يومين بالمستشفى حارة درجة حرارة قوية. إيه هي هاي. أما هسه شغلنا مو مثل قبل، قبل خير من الله. هسه تعال قول له جد الوارد 9000 دينار. ناس ماكو. حتى العمال قلت يابا قعدوا، هسه اخر عمال اثنين قلت يابا ما احتاجكم بعد. يعني الجو حار ما حد يقدر يشتغل. طبعا ما حد يشتغل. ما حد يطلع. اي. وعالم متهستره تقول له بس تقول له السلام عليكم با عليك هيك. قايه نعم هي مريوده نعم، بس هي كلها بيد الله يعني، ما انسان شيء يسوي. يعني هسه انت بيش ساعه تطلع يوميا؟ والله انا هسه عندي كان باسكل هسه موتور شحن، اطلع يوميا بالسته 6:45 اضرب فره بالشمس. الصبح؟ اي نعم. يعني درجة الحرارة زينة تقريبا؟ والله نوب ونوب، هي كلها بيد الله. وشغلك عملك العصريات شو وقت تطلع؟ والله هاي العصريات اطلع من 4 ورا، وهاي فرتي اخذها افطر داخل الفلوج. اي نعم. هم اكو حركة بفترة الظهرية لو قليلة؟ والله قليلة. ليش؟ الناس غير خايفة؟ الحر. اي اي نعم. راح نرجع نفس السؤال. اي بالضبط. اي والله. والنعمة من الله، هي السلامة من الله والحفظ من الله والرزق من الله. جينا المغرب، بالنهار ما نطلع ان شاء الله. ليش؟ والله الشمس قوية. اي نعم. زين وبالنهار شلون تشتغل؟ متزمين والله، متزمين بها ان شاء الله. متزمين بتعليمات الصحة؟ اي نعم. زين تتخوفون من امراض مثلا بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟ تصير حالات اغماء؟ اي نعم، السائد النباتي والله.
حضرتك ايش تشتغل؟ ماكو. ايش تشتغل حضرتك؟ والله كاسب. كاسب. اي والله. يعني معرض للشمس خلينا نقول. اي والله. شلون تتعامل ويا هاي ويا الحراره ويا الاشعه؟ نلبس شماغ نوبات. اي والله. الصراحه اكو بيهم يطلعون من غبشه. والموضوع مال الريس يعني تعرف يعني مجبور يشتغل العيشة مجبور فهو يتعب بس الله يعينه يعني الله يعينه مجبور هو يشتغل شي يسوي بالاخير تعرف احنا بالعراق قلت اكو يطلعون من غبشة يعني بين الساعة بالاربعة بالخمسة لو هيك بالاربعة يطلعون بالاربعة يطلعون هسه مال المقر نصل بالشارع يطلعون بالاربعة والشف والنص شفت يحل بالوحدة او ب 12 والباقي يظلون للثلاثة للاربعة يطلعون نص يومية اي يطلعون نص يومية 15 او 20 يطلعون واللي ظل يعني يطيح 25 له 30 انت لابس بنفسجي ويقول لك الصحة حذرت من الأشعة فوق البنفسجية ايش تعرف عن الأشعة فوق البنفسجية؟ صراحة يعني أنا اللي أعرفه أنه الشعاع المضر ما ينزل الأرض على مود طبقة الأمازون هاي فيعني هسه يقول لك أنا حسب ما سمعت وقريت أنه الطبقة هاي جات تقل سنة عن سنة مال الأمازون فاحتمال يعني ننقرض البشرية إيه والله حسب ما سمعت ما نقدر نتفائل شوية؟ لا ما نقدر نتفائل لأن الطبقة يقول لك جات تقل بسبب ارتفاع الدرجات وبسبب الدخان وهذا المضر مال السيارات ملوثات مال الجو فاحتمال ننقرض اللي يطلع غير من الوزن من الظلام يطلع يشتغل ما يضرب مخده بالبيت بس اقصد غير يحمي نفسه بنفس الوقت عمي يطلع بالظلام يريد يوكل عياله القاعد اجار منين يجيب اجار اللي عنده اطفال اربعه خمسه منين يوكلهم منين يجيب حبابات منين يجيب حليب منو الدوله تعطيه هي الدوله تعويضات ما منطتها مليون ونص صار ثمان سنين ناشدنا الف مره مثلا أعضاء برلمان أعضاء مجلس محافظة زين خلينا نرجع على سؤالنا اليوم مع ارتفاع درجة الحرارة والعامل مجبور احنا قلنا اتفقنا على هذا الشيء زين مو المفروض يحمي نفسه العامل يشتغل شنو يسوي له مظلة شنو مظلة مثل ما الكسرة فوقها مظلة يفترون به العامل ويدللوا ويجيبوا له لازم حليب وبرتقال زين هاي اللي تشيلوها فوق الراس بالمطر اسمها شمسية زين شمسية ليش تستخدموها بالشتاء وما تستخدموها وهي هي اصولا اسمها شمسية للشمس أيوه وهو ليش للمطر أيوه يجيبونا وزعونا أيوه الأشعة فوق البنفسجية ايش تعرف عنها ايش اعرف عنها من تصير فوق الخمسين تصير درجة الغليان ها والعالم تطلع متوازية تطلع واللي ما عنده شغل يطلع من الحرمة للبيت كهرباء ماكو ليش ما ظل قاعد بالبيت سجن شنو البيت على قولت هذا يقول شيء قبل البيت اذا كله بلوك مفور شيء قبل البيت ها حرارة تقريبا 40 او 45 او 50 ونشوف المواطن بالشارع يطلع يفتار وكذا وما يدير باله هذا هاي الامور لانه متعودين يعني العراقي متعودين على هاي التحديات وعلى على اي شغلات اكو يعني هسه عندك العمال يشتغلون ليل نهار خلال 40 ساعه يشتغلون بالعمال فما يديرون بال يعني عادي عندهم عندك واذا وقع وإذا وقعكم مستشفى موجودة والوقاية من خلال الوقاية طبعاً لازم تتوقع من علاج الوقاية خير من علاج وطبعاً بس اللي الناس مجبورة لأن يعني عمل ماكو شغل ماكو فلوس ماكو العالم وين تروح تنطر تشتغل بالشوارع تشتغل عمالة تشتغل كذا من هذا الباب زين فالناس متحدية تتطع